معكم ياسين الحارشي، 19 سنة، لاعب في شبان رجاء بني ملال. في خلال أحد المباريات مع الفريق تعرضت لواحد الضربة على مستوى الرأس ديالي، اللي بالحقيقة في الأول ما حسيتش بشي تأثير من غير الآلام، ما حسيتش بشي تأثير من الحوض على أنه مشى لي البصر ولا شي حاجة. المهم الآلام حسيتش به، كملت الماتش ديالي، جيت دوزت حصص ديال لونطريمون، جا الكونفينمون. انا العين في خلال هذه المرحله اللي تنقول لكم تنحس بشي حاجه، ولكن ماشي شي حاجه اللي ملحوظه، تنحس بانها عينيه ماشي نورمال. خلال جا الكونفينمون تنحس بالعين ديالي بدات تيبان فيها واحد، بدات تضبب بحال الفلو. دونك في هذه المرحله هذه مشيت للطبيب، مشيت دوزت، قال لي الطبيب، قال لي راه عندك مشكل على مستوى الشبكه، عندك امديكوريا، والمشكل دابا هو انه ماشي غادي تعالج باللازر، خصك عمليه جراحيه، وهاد العمليات هادو تيداروا في كازا. المهم هنا في بني ملال ما كاينينش، رسمني لواحد لا كلينيك كاينه في كازا. مشيت انا لديك لا كلينيك، انا والوالده ديالي مشينا لديك لا كلينيك، درت لي كونترول تمايا، خرجت قرار بانه عندي مشكل نيش في الشبكه ديكوريا. والطبيب قال لي عندك جوج عمليات، العمليه الاولى هي انه غيدير لي شي ماده في العين، والعمليه الثانيه غدوز شي مده الا نجحت الاولى غادي يعاود يحيد لي هذيك العمليه، هذيك الماده. المهم انا فاش خرج لي الدوفي ديال العمليه وسميتو شفت دوك المصاريف، تنشوف بانه ما عنديش ليهم الجهد. عقبت رجعت لبني ملال، رجعت رسلت للسيد اللي كان مشرف عليا في مدرسه ديال القدماء رجاء بني ملال قبل ما نلتحق مع فريق رجاء بني ملال، كنت في المدرسة ديالو، هو اللي من خلاله ترسلت لرجاء بني ملال ومارست معاهم هذاك العام. دويت معاه، شرحت ليه الوضعية، كيفاش قلت ليه ودي راني تضربت ودابا دازت مدة وسميتو وهاللي كاين اللي كاين. هو بالدور ديالو راسل الناس ديال رجاء بني ملال، شرح ليهم الوضعية كيفاش. هما في الاول عاونوك ولا لا؟ لا حاليا دابا ما عاونونيش، غير هما عطاوني وعود كاذبة فقط. في الاول فاش شرح لهم السيد رحبوا بالفكره، جاوا عندي حتى شهر الدار هنايا، جلسوا معايا، قالوا لي انت ولدنا غادي حنا نتكلفوا بك، ما تخافش. المهم عطاوني وعود، انا بحكم دوك الناس تنثق فيهم راه ثقت فيهم، قلت الحمد لله اني ما تخلاوش عليا هاد الناس هادو، الحمد لله. دابا ملي جاوا عندي دوك الناس دازت واحد المده، بدا فعل الضغوطات، هما الضغوطات هما اللي تيحركوهم. تقاد داك الدوسي، واخا تعطل شويه تقاد الدوسي، مشيت انا وصيفطوا معايا واحد السيد اداري من المكتب ديال رجاء بني ملال، مشيت انا وياه لاسيرونس في كازا، دفعنا داك الدوسي حطيناه في كازا. هنا غيبدا الاهمال ديال المسؤولين ديال رجاء بني ملال، لانه ملي تحط داك الدوسي في كازا بحال فقدتي الاشاره مع شي ما بقاش تواصل، هما ما عمرهم سولوا، ما عمرهم عيطوا عليا لمده ديال شهر ونص ولا اكثر، وانا تنتسنى شي رد على حساب باش نمشي ندير عمليه لمده ديال شهر ونص ولا اكثر، قلت لك ما تواصلوا مع حتى حاجه. انا فاش شفت هكاك السيد اللي كان قلت لك مشرف عليا في المدرسه ديال القدماء رجاء بني ملال، عبدو الوالده ديالو تتعالج في كازا، مشى واحد النهار ودار واحد البادره هي انه مشى هو دار الخدمه اللي خصهم نورمالمون ما يديروها. مشى سول ليا في لاسيرونس وشنو اللي كاين، جبدوا لي الدوسي، قال لي السيد اللي في لاسيرونس قال لي حنايا بغينا غير شي كونتاكت مع الناس الاداره ديال رجاء بني ملال، ما لقيناش. حنايا منيش دفع علينا الدوسي العين ما تنعطلوهاش هكا، وفعلا اتصل بيا السيد قال لي راه اللي كاين اللي كاين، ما عليك الا تجي دابا انت وتشوف مع لاسيرونس اشنو يديروا معاك. فعلا مشيت انا والاب ديالي في المره الثانيه، مشيت عند لاسيرونس، قال لي نفس الهضره، قال لي حنا فين كنتي، قال لي واش هاد الناس هادو كذا، المهم عاتب لي راه العين هادي حنا ما تنعطلوهاش. المهم المهم اخويا 3 ايام وانا تما، تنمشي من لا كلينيك لا سيرونس ترونسبور بتفلوطيل تما، هادشي هذا كلشي على حسابي، اداره ما تدخلات ولو حتى هاتفيا يشوفوا اشنو واقع، ما عطاوني حتى حاجه، تنخسر كلشي من جيبي، تنمشي تنجي. المهم انا ماشي مشكل، تمشي لا كلينيك طلب ليا لا سيرونس واحد الدوفي ديال العمليه، زعما دوفي دي طبيب شحال غادي تقام عليا هاد العمليه وسميتو.
جيب شغل يوم من عند لا كلينيك باش يقدي واحد البريزون شارج. ديك البريزون شارج فاش ديتها لا كلينيك باش يعطوني رونديفو على العمليه، اذا بيش نتفاجئ ما قبلوهاش. قالوا لي احنا ما تنقبلوش سويت دان اكسيدون طرافاي، قال لك شي حاجه ما تنقبلوش لاكسيدون طرافاي، حيت انا تحسب لي دابا شي بحال اكسيدون طرافاي على حسب لاسيرونس. قال لك حنا ما تنقبلوهاش هادو الناس ديال لا كلينيك. انا رجعت لاسيرونس قلت ليها ودي راه ما قبلوش ليا، شنو دابا المعموله شنو الحل؟ قال لي شوف، قال لي انت تكرفستي دابا 3 ايام هادي وانت تمشي وتجي وسميتو. قال لي عندك واحد الحل اللي غنديرو معك. قال لي انا الاجراءات اللي خصني ندير راه هي هادي اللي درت. قال لي غتمشي عند الناس ديال المسؤولين ديال رجاء ابني ملال، قول لهم يتواصلوا معايا ونشرح لهم، قول لهم يخلصوا لك العمليه فهمتي، يخلصوها بشي شيك ولا شي سميتو، ويشدوا لا فاكتور باش خلصوا ويجيبوها لي انا لاسيرونس، وغادي نغرافي لهم داكشي، غادي تخرج لهم الشيك ديالهم. حتى حاجه ما غيضيعوا في هاد الناس هادو. يعني غير التماطل ديالهم ما فهمتش انا علاش حتى حاجه ما غادي يضيعوا في هاد الناس. ودابا شنو الرساله ديالك انت؟ الرساله ديال تسنى ونكمل لك بعدا القصه راه باقي. جيت لهنا انايا، مشيت عند السي العرباوي، دخلت عندو المكتب قلت ليه راه هاد الناس هادو طلبوا ليا شيك كذا، وعدني حتى هو بوعود ونكر، قال لك انا حقا ما فراسيش هكا تصحاب درتي العمليه، وعدني وعود كاذبه. المهم عطاني مده ديال يومين، تسنيتو انا جوج سيمانات، والسيمانه الثالثه تتبدا بنادم تيضغط في فيسبوك وسميتو عاد باش شوف هاد التماطول هذا شحال، عاد باش قرر يعطي، قال لي غادي نعطيك الشيك وسميتو، وما عطاني لا شيك انا لا والو. والسيد الاداري اللي صيفط معايا البارح كنت اثنين في كازا في الكلينيك، ما عطاه لا شيك لا والو، عطاه غير واحد المبلغ معين غير التسبيق ديال الشيك فهمتي. ومهم بلا ما ندخلوا في دوك التفاصيل، مشيت البارح فاذا بيت نتفاجئ بانه فقدت الطبيب، قال لي انت وصلتي لواحد المرحله اللي ما نقدرش انا ندير لك فيها العمليه. وخويا دابا الرساله ديالي اللي كنوجه لهاد الناس هادو هو انهم اول حاجه الله يسمح لهم، حيت راه هادشي هذا راه ماشي ديال بنادم مسلم. و ما عرفتش انا شنو هاد الناس هادو شنو درت ليهم انا، هملوني هاد الايميل هذا، وانا ولد بني ملال ولد الفرقه، ما واخا ما نكونش انا انسان قبل كل شيء، علاش يديروا معايا هاد الحاله هادي كامل؟ هادشي اللي كاين هذا، ودابا تنطلب من المسؤولين ديال البلاد يشوفوا لي شي حاجه.